محمد، واهلا بيكم يا شباب. مبسوط ان انا معاكم مره تانية كده. بتهيألي دي احنا داخلين على المحاضره 10 تقريبا او 9 من الحاجات المختلفه في الفوت اند انكل سب سبيشاليتي. النهارده هنتكلم عن موضوع تروما تاني جديد، ولكن هو موضوع شائع برضو بنقابله كتير. المره اللي فاتت اتكلمنا عن فراكشر كالكينيس، النهارده نتكلم عن الفراكشر تيلر نيك، اللي هي تعتبر واحده من الكومنست فراكشرز اللي بتجينا في التروما بتاعه الفوت اند انكل. وفي الحقيقه فيها كلام كتير، فيها تشالنجز كتير، فيها تيبس وتريكس لازم نكون فاهمينها. فان شاء الله هنحاول نعمل ميكس كده من محاضره فيها بعض التريكس الكتير اللي تخليها انترستنج بالنسبه لكم. خلينا نبدا الاول بحاله زي دي. ده عيان 22 سنه عنده اوبر فراكشر نيك تيلس من حوالي 8 ساعات تقريبا، وعنده الوند اللي انتم شايفينه ده موجود لاترالي، والتيلس جاي لك في الاستقبال بره كده، جاي لك بالمنظر ده. شايفين المنظر ده كده يا شباب؟ تمام. طيب انا عايز اعرف بس سؤال، يعني انت حاله زي كده تحب تعمل لها ايه؟ يعني هل انت تحب تعمل لها ديبرايفمنت وتليكتومي مع اكسترنال فيكسيشن، ولا تحب تعمل لها ديبرايفمنت وتليكتومي وتعمل تيبيو كالكينيان فيوجن، يعني تلزق الكالكينيوس في التيبي على طول بنيل كده وخلاص، والبادي ده خلاص ترميه في الشارع، ولا نعمل لها ديبرايفمنت ونري امبلانت التيلس مره ثانيه بعد ما ننظفها ونغسلها كده وننظفها كويس ونحطها مره ثانيه ونعمل فيكسيشن باي سكروز، ولا نشيل الكلام ده كله ونرميه في الشارع ونعمل حاجه اسمها تيلر بروسيسز، يعني اللي سمع عنكم عن التيلر بروسيسز. ادوني كده، انا بس مش عارف. الو، اي بي الشات مفتوح. السكريننج شيرنج وقف، مش عارف ليه. ولا يهمك يا بيه، اتفضل تاني. هعمل السكرين شيرنج. الناس عماله تقول سي 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 سي، معظم الناس يعني. اوكي ري اوبن، معرفش هو تقريبا الكي نوت هو الفرمل فجأة كده يعني. ولا يهمك يا فندم. سكرين. اوكي. طيب دلوقتي تاني مرة تانية معلش نسأل السؤال. دي الحالة قدامكم، ها ايه رأيكم؟ نعمل ايه فيها؟ الناس اختارت ايه يا محمد؟ عشان مش باين عندي الشات. مش عارف النهاردة في حاجة مش مهمة. معظم الناس كاتبين سي. سي، ان انا ممكن اعملها تاني واعمل فيكسيشن بسكرو. والله كلام جميل، يعني انا متفق مع الكلام ده هو، ولكن احنا مش هنقول الاجابه دلوقتي، هنقولها في اخر بقى الحلقه في اخر المحاضره. والنهارده هنركز على بعض الحاجات قبل ما نجاوب على السؤال ده لازم نفهمها اما نيجي نتعامل مع حاله فراكشر تيلس. لازم اكون فاهم الاول الاناتومي والبلاد سبلاي بتاع التيلس، لان ده فيري كروشيال. لازم اكون عارف الكلاسيفيكيشن بتاعها. اقول لكم على بعض التيبس والبيلز ازاي اثبت فراكشر تيلس، واخر حاجه نعرف ايه الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل. وهنتكلم كده في الاخر على حاله على تيلر هيد فراكشرز اللي هي بتبقى كومن في بعض الاحيان بتيجي مع الفراكشر نيك تيلس. خلينا الاول ناخد الاناتوميكال كونسيدريشن، واعتقد السلايد دي اتكلمنا مره قبل كده عنها زمان، وقلنا ان التيلس دي عظمه ليها يونيك اناتومي، حاجه كده تحفة ربانية. شكل السلحفة ليها شكل مميز، ليها هيد، ليها دوم، ليها ديل، ليها lateral process، يعني ليها شكل مميز خالص. It's very unique and complicated. In the same time it masters a very important function في الفوت. دي رمانة الميزان اللي موجودة في قلب الفوت. Articulate فوق مع الانكل وقدام مع النافيكولار وتحت مع السبتيلر جوينت، بتشتغل in harmony in very sophisticated way. المشكلة بقى فيها كمان مش بس كده، ان هي متغطية بارتيكولار كارتليج في 7 فاسيتس. ايه شيء التيلر هيد والدوم بتاعتها والفاسيتس الانفيريور اللي موجودة مع الكالكينيوس اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت، واللاترال والميديال فاسيتس مع اللاترال والميديال ماليولاي، يعني متغطية تقريبا بكارتليج من كل ناحية. 70% تقريبا منها عبارة عن كارتليج. الحاجة اللي بعد كده ان البلاد سبلاي بتاعها كمان is very scanty and limited، وما فيهاش اي muscle attachment، ما فيهاش اي muscle attachment. ده بيخلي اي injury في التيلس بتبقى دايما بيحصل معاها complications،
حاجه مغطيه بالكارتج زي الازازه مغطيه من كل ناحيه، وفي نفس الوقت ما فيهاش enough blood supply موجود فيها. الحاجه الثانيه ما فيهاش muscles حتى تديها او تغطيها بالبلاد سبلاي في liable to trauma وان يحصل لها vascular necrosis بعديها. فبالتالي هي عظمه very very sophisticated and complicated، والتعامل معاها لازم يكون بحرص وباحتراف. ايه البلاد سبلاي بتاع التيلس؟ البلاد سبلاي بتاع التيلس بيجي لها من المين ارتريز بتاعه الفوت. احنا عندنا في الفوت البرونيال ارتري، وفي عندنا البوستيريو تيبيال ارتري، وفي عندنا الانتيريو تيبيال ارتري. دول الثري مين بلاد سبلايز اللي بيجوا عندنا في الفوت، او ثري ارتريز اللي داخلين على الفوت. هي في الحقيقه بتاخد برانش من كل واحد، انما اللي يهمنا قوي قوي فيها حاجه بنسميه البرفوريتنج برانش بتاع البرونيال ارتري. ده بيدي برانش بيمشي تحت التارسال كانال، وبيجي برانش تاني اسمه تارسال كانال ارتري بيبقى جاي من البوستيريور تيبيال ارتري، والاثنين مع بعض بيعملوا ارتيريال سلينج بتبقى ماشيه على الانفيريور سيرفيس بتاع التيلس زي ما انتم شايفين في الصوره اللي تحت على اليمين دي، وعلى الانفيريور سيرفيس اوف ذا تيلس. وده بنسميها ايه؟ الارتري اوف تارسال كانال، او الارتيريال سلينج اوف ذا تارسال كانال. يبقى ده جاي منين؟ من تو برانشز، واحد جاي من بوستيريو تيبيال ارتري وداخل ميديالي، وواحد جاي من برونيال ارتري من بيرفوريتنج برانش اسمه ساينس تارساي ارتري، والاثنين مع بعض يعملوا ارتيريال سلينج ماشيه لي تحت الهيد. موست اوف ذا بلاد سبلاي اوف ذا نيك اند ذا بادي بيبقى كامينج من الارتيريال سلينج دهيت. تروتا ده واحد مهم جدا جدا. الراجل ده هو عمل ستاديز كتيره على المايكرو انجيوجرافي بتاعت التيلس، ووصف البلاد سبلاي بتاع التيلس والارياز اللي بتبقى ليها سكانتي بلاد سبلاي. لقى طبعا ان المين بلاد سبلاي اللي بيبقى موجود في البادي بيبقى واخد الجزء الميديال والجزء اللي هو الانفيريور، وجاي مينلي من الارتري اوف تارسال كانال. وفي الحقيقه البلاد سبلاي ده بيبرفوريت البادي اوف ذا تيلس عند البوينت اللي هي بتاع البوسترو ميديال كورنر اللي تحت دهوت البوسترو ميديال كورنر بتاع التيلس. البوينت دي هي البوينت اللي دايما لما بيحصل عندنا فراكشر اوف ذا تيلس واكستنشن اوف ذا فراكشر تو ذيس بوينت بيحصل الانسنس اوف افاسكولار نيكروزس بيبقى عالي زي في الصوره اللي تحت على اليمين. تمام كده يا شباب؟ يبقى نفتكر دايما البلاد سبلاي بتاع التيلس از سكانتي coming من 3 sources. الثري sources دول هم التلاتة blood supply أو arteries بتوع الفوت. المين blood supply هو الارتري اوف تارسال كانال اللي ماشيلي تحت وجاي لي بارتيريال سلينج من ناحيتين، من ناحية البوستيريو تيبيال ارتري ومن ناحية البريتنج برانش بتاع البرونيال. والبلاد سبلاي ده بيبقى لايبل تي انجري لما بيحصل عندي فراكشر نيك او فراكشر بادي اوف ذا تيرس. ماشي الحال يا شباب؟ طيب ازاي بتحصل الانجري ديت؟ الانجري بتحصل اغلبها بتحصل نتيجه الاكسيال لودنج كومبريشن اند امباكشن. كانوا زمان بيسموها افيتوس استراجيلس. الفراكشر تيلس ده بيسموه افيتوس استراجيلس. ايه افيتوس استراجيلس دي؟ افيتور اللي هو الطيار، واستراجيلس اللي هي التيلس. وكانت بتحصل ليه؟ لان كان زمان الطيارات اللي هي الشراعيه زي اللي انتم شفتوها دلوقتي دي، الطيارات دي ما كانش ليها غير فرامل في الرجلين زي الفرامل بتاعه العربيه، فكان الطيار يفضل ماشي ويروح نازل هبد على الارض هبده جامده قوي تعمل له اكسيال لودنج، وعشان يفرمل الطياره بيعمل كومبريشن جامد قوي قوي. كومبريشن ده هو اللي بيخلي التيلس تتكسر. فالميكانيزم اوف انجري او الكومباينيشن اوف ميكانيزم اوف انجري هي الهايبر دورسيفليكشن، ده دي اول واحده. الحاجه الثانيه ان هي تبقى كومبانيد by shearing force او axial loading، ودي كانت زمان في الافيتورز، ودلوقتي بتيجي طبعا بنشوفها مع حوادث العربيات لما بتبقى انت بتدوس على الفرامل جامد قوي 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 قبل الحادثه ويحصل امباكت بعدها ويحصل axial loading مع shear force تعمل لي الفراكشر اوف ذا تيلس. التيلس تخبط عند المنطقه بتاعت النيك مع الديستال تيبيا وتتكسر في الحته دي. ماشي الحال يا شباب؟ فهمنا الميكانيزم اوف انجري. طيب نيجي للكلاسيفيكيشن. الفراكشر نيك تيلس كان اول واحد قسمه، وبالتالي كلكم عارفينه، كان راجل لطيف اسمه هاوكنز سنه 70، وقسمها لثلاثه جريدز اساسيين. اول جريد اللي هي بتبقى نون ديسبليسد فراكشر تيلس اللي هي الصوره الاولانيه ديت نيك تيلس. ثاني جريد بيبقى نيك تيلس ديسبليسد، وعشان يحصل ديسبليسمنت في النيك دي
لازم السبتيلر جوينت يبقى سبلكسد او ديسلوكيتد، يبقى سبلكسد او ديسلوكيتد. بعد كده في عندنا ستيج 3 اللي هو بيبقى فيه عندي فراكشر نيك تيلس وبيبقى فيه معاها انكل سبلكسيشن او ديسلوكيشن. وبعد كده كانال وكيلي في سنه 78 ضافوا انذر فورس تايب اللي هو بيبقى معاه فراكشر نيك تيلس ومعاها كمان تيلو نافيكولار ديسلوكيشن. يبقى في عندنا فور جريدز نون ديسبليسد، ديسبليسد وذ سب تيلر سبلكسيشن او ديسلوكيشن، وعندنا بعد كده الفراكشر نيك تيلس وذ انكل ديسلوكيشن، واخر حاجه الفراكشر نيك تيلس وذ تيلو نافيكولار ديسلوكيشن، يعني كل اللي فات مع تيلو نافيكولار ديسلوكيشن. تمام كده؟ طيب طبعا الفراكشر نيك تيلس وعشان السكانتي بلاد سبلاي ده دايما في الكلاسيك ليتريتشر هتلاقي ان الانسيدنس اوف افاسكولار نيكروزس بيبقى فيري هاي. وفي الحقيقه في البيبر الاصليه بتاع هاوكن حط هو انسيدنس عاليه جدا، قال لك ان تايب 1 فراكشر نيك تيلس بيبقى الانسيدنس فيه اب تو 13%، مع انه نون ديسبليست فراكشر بس ممكن يحصل اي في ان في 13%، وتايب 2 اب تو 50%، و3 و4 بيوصل لحد 100%. في الحقيقه البيبرز اللي بعد هاوكنز والجديده والريسنت يعني بتقول ان الانسيدنس ليتل بيت اقل من كده بشويه. الاوفر اول انسيدنس اوف افاسكولار نيكروزس بعد الفراكشر نيك تيلس بيبقى حوالي 23%، يعني ربع الحالات تقريبا. طبعا بيبقى الهايست بيبقى موجود في تايب 3 اند 4 وبيبقى اقل شويه في تايب 1 و2. ده علشان برضو نغير شويه الكونسبت ده هو. انما في other complications more common وليها سايد افكتس على البيشنت اكتر من مشكله الافاسكولار نيكروزس، وكتير قوي منكم بيشوف حالات يحصل لها افاسكولار نيكروزس بعد فراكشر نيك تيلس وتلاقي العيان كومبنسيتد مش بيشتكي قوي. انما امتى يعني يشتكي؟ لما يبدا يبقى في بين، والبين بيبقى مينلي اسبابه الارثرايتس بالذات السبتيلر ارثرايتس، ودي الموست كومن كومبليكيشن في الفراكشر نيك تيلس بتوصل ل 67% تقريبا. تاني حاجه ان يكون الريدكشن از مال الاين، والعيان انت احنا قلنا التيلس دي از فيري كومبليكيتد ولازم تبقى عامل لها ظبطتها مظبوطه علشان الالاينمنت اوف ذا فوت تفضل ذا سيم. لما بيحصل ريدكشن اوف ذا نيك اوف ذا تيلس ان باد بوزيشن العيان بيجي له فيروس مال الاينمنت وبيبدا يشتكي من بين على اللاترال بوردر اوف ذا فوت، ويبدا يعمل كونسيكونس بتاع الارثرايتس في التيلو نافيكولار وفي السب تيلر جوينت بعدها، ويجي بعد كده الانسيدنس بعد كده الافاسكولار نيكروزس والنان يونيون از فيري رير في الفراكشر نيك تيلس. يبقى في النقطه دي علشان نبقى فاهمين في الكومبليكيشنز بتاعت الفراكشر نيك تيلس، رغم ان اغلب الليتريتشر القديمه كانت بتتكلم على الافاسكولار نيكروزس، انما ريسنتلي احنا بنتكلم اكتر على مشاكل ثانيه بتسبب بين على العيان، واللي الانسيدنس اوف افاسكولار نيكروزس از نوت از بيفور. هو بنتكلم احنا على تقريبا 25% من الحالات بيحصل لها افاسكولار نيكروزس. طيب خلينا بقى اما نيجي نشوف الفراكشر نيك تيلس بنعالجها ازاي، وناخد بعض التيبس والبيلز واللاينز اوف مانجمنت بتاعتها. لما بيجي لك حاله تايب 1 فراكشر اللي هو نون ديسبليست فراكشر زي الموجود قدامك، ايه رايكم يا شباب نعالج الحاله ديت ازاي؟ نعالجها اوبرتيف ولا نون اوبرتيف؟ مين هيعمل كاست للحاله زي كده او هيعمل يعني ايموبلايزيشن ان كاست؟ انا بس الشات مش عارف ليه النهارده مش بيبان. هو باين عند حضرتك؟ انا فاتحه حضرتك شايفه؟ لا بس ايه بقى إيه هم كتبوا ايه؟ لا بصراحه يعني ممكن نقول ان الكاست اكتر يليها الكاستينيس فيكسيشن. ممتاز كويس قوي. فعلا هو الكاستنج ده اغلب الناس هتجو في التايب 1 فراكشر ان هو نان ديسبليسد، ده ان احنا نعمل بلوني كاست لمده 6 ل 8 اسابيع للعيان ده. بس صح اجابه صح في الناس اللي هم اليانج اكتف وبالذات لو كانوا اثليتيك، اتس بيتر ان انا اعمل ايموبلايزيشن علشان البيتر هيلينج وعشان ما يحصلش ري ديسبليسمنت. ممكن يحصل ري ديسبليسمنت بعد ما الاديما سبسايد، وممكن اثبتها بيركوتينيوس سكروز سواء انتيرور او بوستيرور سكروز على حسب الدايركشن اللي انا عايز استخدمه. في نقطه مهمه قوي في تايب 1 فراكشن ان اكتر حاجه او اكتر مشكله
بتعنينا في تايب 1 فراكشر ان الفراكشر دوت بيبقى يوجوالي بيبقى ميزد. ميزد ليه يا دكتور اسامه؟ ميزد يا اما ان هو جه مع اثر انجريز وانت ما ركزتش في النون ديسبليسد فراكشر نيك تيلس ده، ويجي بعد كده يحصل ديسبليسمنت بعد فتره، او ميزد لانك انت ما عملتش بروبر فيوينج للنيك. مشكله النيك تيلس ايه؟ مشكله النيك تيلس ان انت في البلين اكس راي اس تو دايمنشنال العاديه انت ما بتشوفش البروبر لينث بتاعها في اللاترال فيو. يعني اللاترال فيو او اللاترال اكس راي بتاعت الانكل ما بتبقاش جايبه طول النيك تماما. ليه؟ لان النيك بتبقى عامله انجيوليشن مع البادي حوالي 15 ديجري، ده النورمال اناتومي زي الصوره بتاع الاناتومي بتاعتك دي. فما بتيجي بتصورها زي مثلا فكره الانتي فيرجن اللي بتبقى موجوده في الهيب. انت عشان تشوف النيك في الـ في الـ في الـ في الـ في الهيب انت بتشوفها ازاي؟ لو صورت اي بي فيو دايركتلي كده على طول انت هتشوف ايه؟ النيك قصيره. عشان اشوف فول لينث اوف نيك بتعملوا ايه يا شباب؟ بنعمل ايه؟ بنعمل انترنال روتيشن، بنعمل انترنال روتيشن فاقدر اشوف طول النيك كامل. ات از ذا سيم هنا، عشان تقدر تشوف التوتال لينث بتاع النيك انت محتاج سبيشال فيو. الفيو دي بنسميها الكانال فيو. الكانال فيو ان انا بعمل ايه؟ بعمل انترنال روتيشن بتبقى موجوده في الفود مع فليكشن اوف ذا هيب اند ني. الانترنال روتيشن بعمله 15 ديجريز وبسلط البيم على الساينستر سايد بانجل 75 يديني التوتال لينس بتاعت النيك. فبالتالي اي مسد فراكشر او اي فراكشر موجود في النيك اقدر ان انا اشوفه بسهوله لو عملت اعتمدت على اللاترال فيو العاديه وعلى الاي بي فيو العاديه. ممكن ما اشوفش التوتال لينس بتاع النيك تيلس، فعشان اشوفها لازم اعمل الكانال فيو دي بتديني التوتال نيلس بتاع التيلس. واضحه دي يا شباب؟ طيب ندخل على اللي بعده. بالنسبه لي معلش سوري، التايب 2. تايب 2 ده قلنا ايه يا شباب؟ ان بيبقى تايب 2 ده فيه فراكشر نيك تيلس وبيبقى موجود معايا برضو في ديسلوكيشن موجود في السب تيلر جوينت، وده طبعا بيبقى واضح قوي زي ما انتم شايفين في الصوره دي. ولكن المشكله في ايه بقى؟ ايه مشكله تايب 2 دوت؟ ان سام تايمز انت ما بتشوفش قوي او ما بتلمحش السب تيلر ديسلوكيشن، وممكن تغلط وتعتبره ان هو تايب 1 وتحطه في الريجيمن او في الكاتيجوري بتاع التايب 1، وانك انت مش هتعمل للحاله دي غير كاستنج او كده. زي مثلا الحاله دي هل دي نقسمها تايب 2 ولا نقسمها تايب 1؟ ها ايه رايكم؟ يلا في الشات اكتبوا. تمام تايب 2، الغالبيه بتقول تايب 2. طيب وعلشان افرق از تايب 1 اور تايب 2 اقدر افرق ازاي؟ السي تي سكان زي ما زميلكم كاتب ان هو اسلام كاتب فعلا ان السي تي سكان هي اللي مهمه قوي في الحالات دي، بالذات الثري دايمنشنال سي تي بتقدر تبين لي اكتر. يعني ده الكسر اللي موجود على الشمال، السي تي سكان بتاعته هي اللي موجوده على اليمين، طبعا فرق شاسع قوي. السي تي سكان مبين لي قد ايه البوستيريو فاسيت السبلاكسل اند ديسلوكيتد، وبين لي طبعا الميديال كومينيوشن اللي موجوده في الحاله دهيت. ماشي الحال يا رجاله؟ طيب يبقى ده بالنسبه لتايب 2. علاج تايب 2 بنعالجه ازاي؟ كان في الليتريتشر هتلاقوها يعني، بس انا اي نيفر دو ذات، يعني ان بيعملوا كلوزد ريدكشن لو كانت فريش وايميديتلي. محاوله ان انا اعمل كلوزد فراكشن بعملها ازاي؟ ان انا بعمل تراكشن مع بلانتر فليكشن، وبحاول كمان ارمل ريديوس او ريدكشن للسب تيلر جوين ان انا بزق التيلس بالثمب بتاعي زي الصوره ديت من الدليل بتاعت الاي او. بعمل تراكشن وبعمل بلانتر فليكشن، فبالتالي انا كده رجعت النيك مع البادي، وعشان ارجع البادي على السب تيلر جوينت او على الكالكينيوس بزقها بصباعي من عند اللاترال بروسيس من فوق الساينستر سايد. وبعد ما تعمل القصه دي اند امبلانتر فليكشن بوزيشن بنحط التو سكروز اللي بيعملوا لي الفيكسيشن. ان جنرال الريدكشن
الاوبن ريدكشن هو الجولد ستاندرد تريتمنت، ان انا بثبتها باوبن ريدكشن انترنال فيكسيشن. والهدف طبعا من الاوبن ريدكشن انترنال فيكسيشن بنعمل ايه؟ الهدف مني الجول اوف اوبن ريدكشن انترنال فيكسيشن ان انا اعمل ريستوريشن اوف اناتومي، ان كل الفاسيتس ترجع في مكانها والالاينمنت ترجع في مكانها بتاعت التيلر نيك بنفس البوزيشن بتاعها، وان انا احافظ على البلاد سبلاي لان الترايل اوف كلوزد ريدكشن اند مانيبيوليشن مي دامج البلاد سبلاي. وطبعا الفيكسيشن بيساعدني ان انا اعمل ايرلي رينج اوف موشن، فبالتالي العيان ما يجيلوش سبتيلر ارثرايتس. يبقى تايب 2 الجولد ستاندرد تريتمنت بتاعته ان انا اعمل اوبن ريدكشن انترنال فيكسيشن. هل ممكن اعمل كلوزد ريدكشن بيركوتينيوس بين؟ ان فيري ليميتد نمبر اوف بيشنتس وسيلكتد بيشنت، ومش هتلحق تعمل له حاجه او عايز تعملها في الاستقبال او بلي تروما او مستعجل او سوفت تيشو كونديشن از باد مش عايز تستنى كتير، ممكن نترايل الحكايه دي. انما في الحقيقه الافضل طبعا ان انا اعمل اوبن ريدكشن انترلان فيكسيشن. طيب ايه الابروتش اللي احنا هنستخدمه في الحاله ديت؟ في كذا ابروتش هتقروه في الليتريتشر. في عندنا الميديال ابروتش، وفي عندنا اللاترال ابروتش، وفي عندنا الكومبايند ابروتش. الميديال ابروتش انا بعمله اللاين، اللاين ده بيبقى ماشي مع الفيرست ميتاتارسال ما بين التيبيالس انتيرير وما بين التيبيالس بوستيرير. بفتح السكين، اول ستراكشر ات ريسك بيقابلني بيبقى اللونج سافينس فين والسافينس نيرف. ما بقابلش غير الكرولر فاشيا بعد كده، وبخش ما بين التو تندنس دول بلاقي قدامي على طول الحته المكسوره. بفتح الجوينت بسيط اللي هو التيلو نافيكولار جوينت، وببدا ان انا احط الفيكسيشن بتاعي بالكي وايرز، وبحط السكروز اللي انا بتاعتي بحطها منه. ده الميديال ابروتش. طيب واحد زميلكم بيسال لي، كلمنا شويه عن الفيروس مال الاينمنت وبتحصل ليه. هي بتحصل هنا بقى، اللي بتحصل لما انت تحاول تعمل ريدكشن للكسر وانت مش شايف. بص كده معايا، ده الفراكشن نيك تيلس. انا هفتح ميديالي على الفراكشن نيك تيلس وحد اثبت بسكروز. الميديال ابروتش ما بيديليش مساحه قوي ان انا اخش بالسكروز بتاعتي على الناحيه اللاترال، فبالتالي موست اوف ذا تايم انا بعمل ايه؟ انا بعمل كومبريشن للميديال بارت اوف ذا فراكشن وايل ذا لاترال بارت اوف ذا فراكشن بيبقى ايه؟ بيتفتح. وطبعا القصه ده هي تزيد اكتر واكتر لو كان في عندي ميديال كوميليوشن. ان ذيس كيس وفي كوميليوشن موجود وحضرتك عملت كومبريشن ميديالي، هيحصل ايه؟ هيحصل فيروس مال الاينمنت للتيلس، وبدل الانجل اللي كانت موجوده 15 هتبقى تو ماتش انجل، وهيحصل ليه البيشنت دهوت الفيروس مال الاينمنت والكيمو فيروس ديفورميتي اللي بنشوفها كتير، بشوفها انا شخصيا كتير بتجيلي بعد حالات فراكشن نيك تيلس ناس عملتها او ثبتتها. وفي ارتكل ظريفه قوي عن الفيروس المال الاينمنت بتاع النيك تيلس، واحده من ضمن الريكومنديشن ان انا استخدم الكومبايند ابروتش في الفراكشن نيك تيلس سبيشالي يا شباب لو كان في عندي ميديال كوميونيشن. الثاني الابروتش الثاني ده اللي هو اللاترال ابروتش، ده بنعمله اللاين مع الفورس ميتاتارسال. الاستراكشر ات ريسك ان هو بيبقى السوبرفيشال برانش بتاع البرونيال نيرف، اللاترال برانش بتاع السوبرفيشال برونيال نيرف، وبفتح الكرولر فاشيا ومفيش حاجه، ببقى انا ماشي من البرونيا ستيرشيس يعني لاترال تو ذا برونيا ستيرشيس، فبالتالي مفيش عندي تندونس ولا حاجه بتضايقني وبقدر اشوف الفراكشن لاترالي. الميزه بقى اما بعمل الكومبايند ابروتش دهوت، انا بقدر اشوف الفراكشر فروم ميديال وبقدر اشوف الفراكشر من اللاترال. اقدر من اللاترال ابروتش انظف السب تيلر، واقدر ثرو ميديال ابروتش ان انا هعمل ابروتش صغير فمش هعمل تو ماتش ديسكشن، وفي نفس الوقت لو في كومينيوشن اي كان سي الالاينمنت بتاعت التيلس بروبرلي. وده واحده من ضمن الريكومنديشنز اللي او التيبس والتريكس اللي مهمه في الفراكشر نيك تيلس، ان انا if there is especially لو في ميديال كوميونيشن موجود، لان الكومن ان بيحصل ميديال كوميونيشن، do combined approach ميديال two small approaches واحد ميديال واحد lateral، هتقدر تشوف الفراكشر كويس وتقدر تعمل له realignment وتعمل له fixation بسهوله. بعض برضه السيرجيكال تاكتكس في موضوع الفيكسيشن، احنا عامه علشان نثبت بنحتاج ان احنا نبدا which side، يعني عموما في الكسور او في اي حاجه which side. لو انا هثبت في عندي two sides موجودين عندي،
اثبت التنشن سايد ولا كومبريشن سايد. طبعا الاسهل والاحسن ان انا اثبت التنشن سايد، لان التنشن سايد بيبقى او اللاترال سايد دهوت بيبقى ليس كومينيوتد عاده، الكومبريشن سايد بيبقى عليه مور كومينيوشن، ليس تنشن سايد بقدر اظبط الاناتومي بيه فبالتالي سهل ان انا اثبت عليه، انما الكومبريشن سايد بيبقى صعب الريدكشن بيبقى فيه. فالريكومنديشن لو انت هتعمل كومبايند ابروتش يستحسن انك انت تبدا بالسكرو بتاعك اللاترال الاول، ما تبداش بالميديال الاول عشان ارجع الاناتومي وارجع الالاين. طيب دي حاجه. الحاجه الثانيه اعمل كاونتر سينك للسكروز بتاعتك، ما تعملش اعمل كاونتر سينك للسكروز بتاعتك، ما تخليش السكرو يبقى بروميننت. وطبعا دلوقتي السكروز اللي في الصوره دي هي اللي هي الكومبريشن سكروز، الدبل كومبريشن سكروز او الهيدلس سكروز، ودي متوفره في كل الشركات وتقدروا تطلبوها بسهوله. يستحسن طبعا ان احنا نستخدم في السكروز دي ماكسيمم استخدم ال 3.5 سكروز، او ان انا استخدم ال 2.8 سكروز، ممنوع استخدم اللي هي السكروز الكبيره في الحالات اللي زي دي. بعد كده النقطه برضو اللي مهمه، ما حدش يخش من خلال ارتيكولار سيرفيس، بليز ريسبكت الارتيكولار سيرفيس، ما حدش يخش ثرو ذا هيد، لان ما بتخش ثرو ذا هيد سبيشالي بعض الناس بتخش ايفن بهيدد سكروز، ده بيعمل لي اوسو ارثرايتس في التولو نافيكولار وبيسبب مشكله للبيشنت. وطبعا لو كان في ماركت كومينيوشن موجود عندك في بعض وخايف او مش عارف تثبت بسكرو، في بعض التيبس والتريكس طبعا ممكن ان احنا نحط جرافت لو كان فيه، انما في بعض الحالات بتبقى سيفير كومينيوشن زي دي، النك مفشفشه بالطريقه دهيت وانت مش شايف اناتومي كويس، الحالات اللي زي كده انت بتعمل سالفج، بتحاول تلم منظر تيلس علشان يبقى عندك بونستوك بعد كده لو حبيت اعمل فيوجن اعمله من غير ما اضطر اعمل تريكتومي. وفي الحاله دي بنستخدم بليتس، البليتس الميديال او البليتس اللاترال بقدر ان انا استخدمها، وبحط جرافت علشان اعمل ريستوريشن للاناتومي. زي دي حاله كانت سيفير قوي. ماشي الحال يا شباب؟ يبقى ما ننساش التيبس والتريكس بتاعت التايب 2 فراكشر، الدبل او الكومبايند ابروتش مهم جدا في الفراكشر نيك تيلس علشان اعرف اعمل ريدكشن من غير ما يحصل باراسمال الاينمنت. نمره 2 خد بالك من الاستراكشرز اتريكس، لان 3 السكروز ابدا باللاترال سكرو الاول لان ده التنشن سايد وده سهل ان انا ارجع واثبت عليه احسن من الكومبريشن سايد ما تبدا منه. والحاجه اللي بعد كده لو في كومينيوشن حط بين جرافت، وممكن تستخدم بليت علشان تريستور بس شكل الشكل بتاع الانكل فور ليتر فيوجن. في حاجه قلناها قبل كده في محاضره الاوستيو كوندراليشنز اوف ذا تيلس، سام تايمز انت بيبقى في عندك كمان كارتيلاجينس فليكس، والكارتيلاجينس فليكس دي بتبقى انت طايره كده، دي انا بستخدم بعد ما بثبت وبظبط الدنيا بجيب الكارتيلاجينس فليكس ديت وببدا اثبتها بفايبرين جلو زي ما انتم شايفين في الحاله دي كده، بثبتها بالفايبرين جلو بعد ما اكون ثبتت وخلصت وبشيلها، ما ترميش حاجه يعني اللي موجود معاك تقدر تستخدمه. وحته الفايبرين جلو دي از فيري افكتيف وانا بقيت بحبها جدا يعني بستخدمها كتير في الفراكشن نيك تيلس زي الحاله ديت، كانت كومينيوتد فراكشن نيك تيلس ومعاها كارتلاجينس فليكس ثبتناها بسكروز وركبنا لها فايبرين جلو ثبتناها بالطريقه ديت. واضح كده يا شباب؟ يبقى ده فراكشن نيك تيلس تايب 2 كده احنا خلصناه ومفيش اي حاجه موجوده فيه. عرفنا ازاي تعمل له كلوزد ريدكشن لو حبيت وبيركوتينيوس، وعرفنا ازاي التيبس والتريكس بتاعت الاوبن ريدكشن. نيجي للتايب اللي بعد كده اللي هو خازوق وبنشوفه كتير برضو، او مش كتير قوي يعني، بس يعني هو تايب 2 طبعا الموست كومن، بس طبعا اما بيجي بيبقى بيجي تشالنج اللي هي المنظر المزعج ده، انك تبص تلاقي العيان جاي لي سواء تايب 3 بقى او 4 الانكل ديسلوكيتد او تيلو نافيكولار مش هنختلف كتير، هو جاي لي بالمنظر ده هوت التيلس موجوده في البوستيريو فوسا. في كتير من الاحيان الحالات ده هي بتبقى اوبن فراكشر وبتبقى في ووند موجود، وعاده بلاقي التيلس باظه بالطريقه ديت بتبقى خارجه لي من بره تقريبا، اتس كومن ان هي تبقى اكستروجن، و50% من الحالات ديت بتبقى اوبن فراكشرز. طيب this is an emergency، ما ينفعش اسيب الحاله دي، دي من ضمن الحالات اللي لازم اسيب اللي في ايدي وانزل immediately لاكثر من سبب. طبعا لو طبعا مش مفتوحه او مش open fracture دي مصيبه اكبر، لان طبعا الكومبارتمنت سيندروم وان انا اعمل دامج للبوستيريو تيبيال فيسس مع حاجه زي كده طبعا اتس فيري
probable يعني ان هي تحصل. لو open بيبقى يعني بيبقى ارحم شويه. طيب اعمل ايه؟ اتصرف ايه في الخازوق ده؟ لازم اعمل urgent reduction، ان انا ارجع تاني البادي اوف ذا تيلس دوت في مكان. طيب ده ترجيعه ما تفتكرش ان هي الموضوع سهل. طبعا هو لو ماسك في سوفت تيشو كيب ات، يعني اغسله وهو ماسك في السوفت تيشو وحافظ على السوفت تيشو. لو هي طالعه بره ومرميه وواقعه وجايبينها اغسلها وحطها مره تانية. طيب علشان احطها انا لازم اعمل ديستراكشن، فلازم استخدم الفيمورال ديستراكتور او طبعا الاكسترنال فيكسيتورز اليوني بلانر اللي هي ممكن تعمل ديستراكشن، في انواع منها كتير، بحيث ان انا افتح السبيس واقدر اعمل ريدكشن للبادي مره ثانيه. طبعا في كتير من الاحيان او في الحالات دي عشان تخرج التيلس بالطريقه دي عاده بتبقى الميديال ماليوس مكسوره، وده بيسهل لك الامور وبتقدر ان انت تعملها. لو لقيت في صعوبه اكسر انت الميديال ماليوس، اعمل ميديال ماليولار اوستيوتومي، وبتعملها طبعا بالتكنيك العادي اللي هو بتاعنا بتاع الميديال ماليوس اوستيوتومي، وبعد ما بتعمل القصه ديت بترجع مره ثانيه. ودي الحاله اللي كنا قلنا عليها في اول المحاضره، دي حاله اللي هو العيان واللي كانت بتاع اكسترود بالطريقه دهيت، واحنا عملنا له ديبرايدمنت ورجعناها مره ثانيه. في الليتريتشر هتلاقي بعض الكلام اللي بيتقال انك انت في الحالات اللي زي كده، ان الهيد دي الانسيدنس اوف افاسكولار نيكروزس فيها 100، البادي ده 100% يعني هيحصل افاسكولار نيكروزس. طيب سو وات، مش مشكله، انا رجعت بونو ستوك ويحصل افاسكولار نيكروزس بعد كده مفيش مشاكل، هقدر بعد كده ان انا اعمل له ليها فيوجن، تيبيو كالكينيان فيوجن او غيره. بعض الناس بتقول ان الافاسكولار نيكروزس لما بتعمل مع فيوجن الهيلينج بيبقى باد، وبيركومند ان انا اعمل تيليكتومي تماما. في الحقيقه انا ضد الفكره ديت، وفي الحقيقه ما شفتش حاله اي في ان عملت لها فيوجن وما لحمتش، يعني مش عارف من الكونسبت ده منين. انما اغلب الاي في ان تيلس لما بيجي لي حالات اي في ان ومحتاجه انكل فيوجن، انا بسيب التيلس اللي موجوده اللي فيها اي في ان زي ما هن زي ما هي، ات اكتس از سكافولد، بتساعد على الهيلينج. طبعا لازم بحط بون جرافت، ولكن انا ما بشوفش قصه ان هي ما بتلحمش دي، او اليونيون بتاع الفيوجن فيها ما بيلحمش، از فيري رير. كان في الاولد ريتريتشر طبعا بيشيلوها ويرموها ويعملوا تيبيو كالكونيان فيوجن بالنيل، انما زي ما قلنا الريسنت ترند حتى ان هي لو كانت موجوده وخارجه توتالي اعمل لها ديبرايد، اعمل ديبرايدمنت للسوفت تيشو، نظفها في محلول ملح وسلاين، ادي العيان طبعا انتي بايوتكس، ولازم ياخد تيتانوس بروفلاكسيس، وبترجع تاني التيلس في مكانها وبتثبتها مره تانية. طبعا تقدر ان انت تثبتها، الحاله اللي احنا شايفينها دي احنا ثبتناها ببليتس، واحتاج العيان هو يعمل ميديال ماليول اوستيوتومي، فثبتناها ببليت ورجعت مكانها مره ثانيه. تمام يا شباب، ودي الفولو اب بتاعه الحنان. تمام، طيب ده كلام جميل جدا. بعض الحالات بتبقى مش بس نيك تيلس، لا بيبقى معاها شاترينج اوف ذا هيد، تيلر هيد فراكشر. في الحقيقه ده بيبقى رير شويه، وعموما الفراكشر هيد بيبقى رير شويه، ما بيبقاش كومون يعني. وممكن يبقى الفراكشر لاين دوت، يعني امتى اقول ان النيك الهيد مكسوره؟ لو الفراكشر لاين اكزنج في الهيد، يبقى ده فراكشر هيد تيلس. تمام، ممكن بيبقى سنجل لاين زي ده، وسام تايمز بيبقى كومينيوتد، يعني في اكتر من فراكشر لاين بيبقى موجود هنا. اون كونتراري للفراكشر نيك تيلس، الافاسكولار نيكروزس في الهيد بيبقى قليل، مش كتير على فكره يا اولاد. مشكله الفراكشر هيد تيلس ان الانسيدنس اوف اوستيوارثرايتس اوف تيلو نافيكولار بيبقى عالي جدا، بعكس النيك تيلس السب تيلر ارثرايتس بتبقى عاليه. ليه بقى؟ لان البلاد سبلاي بتاع الهيد بيبقى جاي من السيرفايكال برانشز السوبيريور والانفيريور، بيبقى فيه اكسترا برانشز بتبقى رايحه. تمام، طيب فعشان كده لازم عشان ارجعها لازم ان انا تو ريستور الاناتومي كويس عشان ما يحصلش تيلو نافيكولار اوستيوارثرايتس. وزي ما انتم عارفين التيلو نافيكولار والكالكيني كيبويد والسب تيلر الثلاثه بيشتغلوا مع بعض ان هارموني، واي ارثرايتس في واحده منهم بتاثر على الباقيين وبتعمل توتال سب تيلر ارثرايتس، وممكن العيان يحتاج لتريبل او دبل فيوجن ليتر. طيب الفراكشر هيد تيلس فيها برضو خازوق لازم ناخد بالنا منه، يعني دايما كده حطوا ايديكم على الحاجات اللي ممكن انتوا ما تاخدوش بالكم منها. اول مهم ايه هي؟ ان اتس فيري 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 كومنلي ميست،
90% من حالات يعني يعني 90% ده رقم مبالغ من عندي يعني, يعني حالات كتير جدا من الفراكشن نيك تيلس في النورمال اكس رايز بالذات اللاترال فيوز العاديه بتاعت الانكل والاي بي ما بتبقاش باينه, ما هو بتبقاش انت محتاج فيري هاي جريد اوف سسبيشن, وتبان بالصدفه لو انت يعني حظك حلو وطلبت للعيان ده هوت انك انت تعمل له بلين اكس راي على الفوت كمان, فبتقدر تشوف ستيب كده عند التيلو نافيكولا وتفهم ان الهيد مكسوره. انما طبعا السي تي سكان از ذا ماست في حالات اللي زي ديت, وفي حالات التيلس بليز زي ما قلنا في الكالكينيوس مفيش حاله كالكينيوس ما يتعملهاش سي تي سكان, مفيش حاله فراكشر تيلس ما يتعملهاش سي تي سكان. الهيد لما بتبقى مكسوره وبتبقى ميز اتس فيري فيري باد, وممكن يعمل عندنا تيلو نافيكولا اساس ويبوظ الاوت كام بتاعك جدا. المانجمنت اوف فراكشر هيد تيلس طبعا لازم اوبر ريدكشن تيلنا فيكسيشن لو موجود, ده انتر ارتيكولار فراكشر مفيش اي بوسيبيليتي للنون اوبراتيف تريتمنت. لو كان هو سيمبل بنرجعه ان احنا بنثبت سيمبلي بسكروز. السكروز اللي بستخدمها هنا بتبقى 2.7 سكروز, وطبعا يستحسن الهيدلس سكروز او الدبل كومبريشن سكروز الصغيره تمام بنرجع بيها الهيد. انما لو كومنيوتد فراكشر هيد وفي شاترينج موجود في الهيد, في الحالة دي انت هتحتاج انك انت تعمل يا اما بريدجينج للفراكشر باستخدام بليت وتحط بعد كده السكروز والبريدج بليت دي بتشيلها. ليه البريدج بليت بشيلها؟ ان السكروز دي وحدها مش هتمسك الكومنيوشن, حط الجرافت بتاعتك وحط السكروز بس لازم تعمل بريدجينج بليت, وبعد ما بتلحم الدنيا بتشيل البريدج بليت بعد مثلا 3 اشهر بفتحها. الكونسبت ده يا ولاد هنسمعه في الليش فرانك فراكشرز, هنسمعه في كتير من الانتر ارتيكولار فراكشرز اللي بتبقى كومنيوتد في الفوت. حط بريدج بليت, البريدج بليت دي بتسبورت يور سكروز لحد ما يحصل هيلينج وبنشيل البريدجنج بليت زي ما انتم شايفين كده. انا مش عامل فيوجن هنا, لا ده مجرد بليت بس عامله باتراسنج للكومبريشن سكروز اللي انا حطيتها مع جرافت لان في كومنيوشن وخايف ان هي ما تكملش. تمام يا شباب؟ طيب هوريكم حاله اللي هي الكومبايند فراكشر, ودي معلش اللي اخرتني عليكم عشان قلت احطها بالمره. البنت دي جيمانيستيك كانت 28 سنه وشغاله, هي مش مصريه وشغاله دايفر في دهب وشرب ومش عارف ايه والكلام ده. والبنت دي كانت راحه دهب وعملت حادثه في الطريق موتور كار اكسيدنت وجالها فراكشر تيلس. في الحقيقه الاشعاعات اللي اتعملت لها ساعتها والشاب الدكتور اللي استقبلها في طور او في غيره او مش عارف مستشفى ايه اللي موجوده هناك شافها عادي وعمل لها سي تي سكان ولقى فراكشر نيك تيلس ولقى دي الصوره اللي موجوده في السي تي سكان بالمنظر ده. تمام؟ طيب وما كانش فيه اوبن ولا حاجه وراح عمل لها عمليه. ده انتوا لو هتشخصوه ايه؟ ده فراكشر نيك تيلس عادي ده؟ طيب نون ديسبليست ولا فراكشر بادي ولا فراكشر هيد ولا فراكشر ايه؟ وانا عارف طبعا ان الاشعه نوت سفيشنت قوي, اكتبوا كده يا شباب على الشات. الشات مفتوح يا بيه. ده فراكشر هيد مينلي ولا هيد ونيك؟ في البراء كاتب كويس شاطر يا براء كاتب هيد ونيك فراكشر. اتس هيد اند نيك فراكشر, هو طبعا اللي فيه بوث فراكشر صح كده, هيد اند نيك فراكشر فاتس فيري ديفيكلت. وهيد اند نيك فراكشر محتاج دبل ابروتش ومحتاج ان انا ارجعه ومحتاج ان انا اعمل له حاجات كتير. تخيل بقى هو عملها ازاي بقى والريدكشن بتاعه. تخيل هل حد مسموح في حاله زي كده ان انا اعمل بيركوتينيوس سكروز ولا انا بهزر صح كده؟ فعلا هو عمل لها بقى سمول سنيبس كده وعمل لها تو بيركوتينيوس سكروز بالمنظر اللي انتم شايفينه ده. طبعا اتس فيري باد, النك مش ممسوكه خالص وايفن حته الفراجمنت اللي شاترد موجوده في الهيد دي ما اتعملتش. في الحاله دي انا لازم اي هاف ان انا اعمل مانجمنت للحاله دي. طبعا المانجمنت بتاعتي ان انا لازم اعمل اوبر ريدكشن انتنال فيكسيشن. الابروتش هنا انا ممكن اعمل طبعا الايديال والصح وكل حاجه واللي هشوف بيه وهعمل جرافت ان انا اعمل دبل ابروتش, بس لان هو كان فاتح الوند ده والعمليه الاولانيه عملتها يعني هي جات لي بعد 10 ايام من العمليه. طبعا ممكن انت هتقول ما ده يخوف وهعملها مش مهم, بس اي هاف تو ريستور التيلس ده هي مره ثانيه. تمام؟
ففي الحقيقة انا ما عملتش دبل ابروتش، عملت سنجل ابروتش لان هو كان فاتح، فقلت لو عملت دبل ابروتش مع ده اخاف ان يحصل سكين سلافنج، والفيكسيشن طبعا هستخدم السمول سكروز، وكنت بحضر بريتشنج بليت علشان لو لقيت فيه صعوبه. في الحقيقه ده السنجل ابروتش اللي انا استخدمته. في الحقيقه في حاجه مهمه قوي هنا في القصه ديت، ان في اله، الاله دي لازم تبقى موجوده في كل مستشفى. الاله دي اللي هي الهنترمان ديستراكتور او الهنترمان ريتراكتور كومبريشن. ده آلة بتستخدم في الكومبريشن او في الريتراكشن على حسب ما انت عايز. بتحط وايرز وبتعمل بيها ديستراكشن، بتسهل لك جدا جدا انك انت تعمل ايه، تظبط الالاينمنت بتاعتك، تحط البريليمينري وايرز بتاعتك، وبعد كده تحط السكروز بتاعتك، ولو عايز تحط باترس بليت بتقدر تحطه بسهوله شديده قوي. انما انت لو حاولت ان انت تعمل ريدكشن، ان المساعد بتاعك بيعمل تراكشن ويفتح التيلو نافيكولار جو، يبقى بيني لو عرفت ترجعها لوحدك. هنا احنا بنستخدم الهنتر مان، بنحط واير بيبقى موجود في البادي وبنحط واير في النافيكولار، وبعمل ديستراكشن بيفتح لي الاريا كويس قوي قوي، اقدر ارجع التيلس بسهوله، اقدر ارجع الجزء المكسور في الهيد بسهوله، احط الكي وايرز بتاعتي البريمينري، اتشيك بالاكس راي الريدكشن از نايس اور نوت، وابدا احط السكروز بتاعتي الهيدلس سكروز ال 2.7، وده شكل الايه الكراسر بعد ما رجعته من السنجل ابروتش. والعيانه دي بعتت لي الاشعات بتاعتها بعد ما سافرت بلادها، بعتت لي دي الاشعه دي بعد تقريبا سنه او اكتر. انا ثبتت النيك بتو سكروز وثبتت البادي بتو سكروز، والحمد لله رجع التيلو نافيكولار كويس قوي، وما فيش ارثرايتس افتر 1 يير فولو اب تقريبا. ماشي الحال يا شباب. طيب اخر حاجه هنتكلم عليها الاي في ان of the talus. The AVN of the talus يا شباب is forgiving. كتير من العيان بتبقى compensated، ما تقلقش من الانسنس of AVN. reduce ورجع مرة تانية الاناتومي بتاع التالس زي ما كنا بنتكلم في الكاكينيس قبل كده. أهم حاجة أرجع to restore الاناتومي and the alignment. والهيلينج أو البيولوجي بعد كده is compensated. always trust in the biology of the human body إن هو العيان بي compensate بعد كده تمام. ولو ظهرت مشاكل انت يستارت تو تاكل ذيس بروبلمز بقى على حسب ايه البروبلمز اللي موجوده. وريسنتلي قلت اقول لكم على احدث حاجه في الاي في ان دلوقتي بيتكلموا عنها، وفي بيبرز ابتدت تظهر الايرلي فيرجن في 2014، ودلوقتي هيبدا يشتغل اللي هو السيراميك توتال سيراميك تيلر بروسيسز، ان هو يحطه كتوتال ريبليسمنت للانكل والسب تيلر. وابتدت تظهر بيبر بتاعته في اليابان، وميبي نشوفها recent years يعني ان احنا نعمل total tailor replacement. التوك هوم مسج تيلس ما هياش عظمه سهله، عظمه معقده جدا جدا. accurate reduction is critical في حالات الفراكشر تيلس. حاسب على الفيروس بالحاجات اللي احنا قلنا عليها بالتيبس والتريكس والستيبس بتاعت الفيكسيشن. افتكر دايما ديوال ابروتش ممكن يسعفك في حالات كتير ويسهل عليك الامور. الاوستينيكروزس مش معناه بور اوتكم، انما الارثرايتس هي اللي بتبقى كومن وسبب الارثرايتس لو انت عملت ريدكشن وحش. بشكركم يا رجاله، وبشكر الدكتور محمد. يعني المحاضره خفيفه النهارده شويه، وفي انتظار بقى اسئلتكم للي حابب يسال عن اي حاجه. تايمينج اوف فيكسيشن. تايمينج يعني السؤال ده مهم قوي. التايمينج التيلس في الحقيقه من الحاجات اللي هي يعني مزعجه في موضوع التايمينج ده هو. طبعا اتس بيتر ان انت تعملها بيفور السكين كونديشنز تبقى ديتيريوريتد، فا اتس ايمرجنسي فراكشر نيك تيلس، مش تحسن ان انت تعملها ايميديتلي. الليتريتشر بتقول ان الموست كومن براكتس اللي بتحصل ان اغلب الجراحين بيثبتوا على اليوم الثالث والرابع، رغم ان ممكن يبقى فيه بولي وكده. طبعا البولي في الفراكشر تيلس النص ان هي كوميونيتد قوي، يعني ما تبقاش عنيفه قوي زي بقيه الكسور بتاعه الانكل او الباي مالولر او الفراكشر كالكينيس. انما اتس بيتر ان انا اعمل فيكسيشن في اول يوم، ان انا اعمل فيكسيشن في اول يوم. طبعا لو السوفت تيشو كونديشن اثبات وما ينفعش في الحاله دي انك تعمل لها كلوزد ريدكشن، يبقى يو هاف تو ويت. يو ماي بوت ميني فيكسيتورز ان انت لحد ما يحصل امبروفمنت للسكين كونديشنز في الحالات اللي هي تبقى كوميونيتد او الحالات اللي تبقى اوبن. فالتايمينج اوف سيرجري بيفولو نفس الرولز،
it's emergency اعملها before deterioration of skin condition في أول يوم. If you can't إن أنت تعملها أول يوم wait لحد ما يحصل improvement of skin condition. لو في comminution وعايز تحافظ عليه أو خايف من problem of comminution اعمل mini external fixation. تمام يا فندم. طيب الـ site of entry of the screws بقى ممكن حضرتك تدينا هنت عليها على الريم. الـ site of entry of the screws احنا دايما بنخش على الريم اللي بيبقى موجودة ما بين الـ articular surface وما بين الـ point D من عند الـ point D. شايفينها على الـ screen؟ اه بنخش باينة كده يا دكتور محمد على الـ screen؟ ولا انا قافل الـ screen sharing؟ لا حضرتك فاتحه. انا فاتح. البوينت ديت يا شباب احنا بنعمل البوينت بتاعتنا اوف انتري بتبقى هنا اهو ما بين البادي وما بين الديك بنخش بيها في الحته ديت. افويد ان انت تخش ترانس ارتيكولر الا اذا كنت مضطر طبعا، بس في الحاله دي لازم تستخدم انك انت تعمل هيدلس سكروز. لو هتخش ترانس ارتيكولر يبقى هيدلس سكروز. احنا بنبقى هيدلس سكروز وفولي كانسلس ولا تبقى زي الهيربرت سكروز اللي بنستخدمها؟ ممكن تستخدم الفولي كانسلس سكروز، ممكن تستخدم الدبل كومبريشن سكروز اف يو نيد كومبريشن يعني. انما الليتريتشر بتقول ان انا ما استخدمش كومبريشن سكروز لو في كومينيوشن، عشان الكومبريشن سكروز ديت هتعمل لي كولابس للحته اللي فيها كومينيوشن. فيستحسن لو انت هي ده بوزيشنال سكرو مش كومبريشن سكرو اف ذير از كومينيوشن. If there is no comminution, you can use whatever you need. تمام. البليتس بقى في البريدجينج بليتس. معلش انا مش هقدر اطول السؤال ده يا دكتور محمد لان في حد كتب استخدام الوايرز. استخدام الوايرز يا رجاله كارثه يعاقب عليها القانون. الوايرز في الفوت والانكل. الوايرز لا تستخدم في اي فراكشر موجود في الفوت اند انكل اكسبت الفراكشرز اوف ميتاتارسلز والفلانجيز ممكن استخدمها فيها. والفورث والفيفث ميتاتارسال بيس لما بيكون في عندي ليش فرانكي انجري بحط في الفورث والفيفث وايرز. انما ميديال ليش فرانكي انجري كالكينيوس فراكشر تيلس فراكشر اي حاجه الوايرز دي مانيولر فراكشر وايرز كده طايره كده وخلاص ده يو شود نيفر يوز ذس. اوكي تمام يا فندم. البريدجنج بليت بليتس يعني بنحط يعني ايه بتبقى يعني انهي انواع من البليتس وحضرتك تحب تحطها ما بين ايه وايه؟ البليت كلها 2.7 طبعا انت السيستمز بتاعت الفوت مليانه انواع بليتس. يعني في حاجه اسمها تيلر بليت ده الاي او منزلاها التيلر بليت ده هي لاترال وول تيلر بليت بتتحط لاترالي. انما انت ممكن تستخدم كل الميني بليتس يو كان يوز يعني في الميني بتاعت المكزيلو فيشيال وبتاعت الريكونستراكشن بليتس كل البليتس دي يو كان يوز اني ميني بليت صغيره كل يكون مالتي هول وخلاص وبتحطها. احنا في الفوت في حاجه اسمها مالتي هول بليتس دي بتبقى 2.7 مش 3.5 ودي بتقدر ان انت تستخدمها في بيربسز مختلفه. يعني تقدر تحطها في الميتاتارسس تقدر تبريدج بيها تقدر تعمل لها ريكونستراكشن زي ما انت عايز و2.7 تمام. طيب هل نقدر نثبت فروم بوستيريور لو بيركوتينيوس ولا بيبقى طبعا بيركوتينيوس اقدر اثبت بوستيريور بس صعب محتاج واحد حريف. طبعا انت اللي بيحكم عندك انا اثبت بوستيريور ولا انتيريور الفراجمنت اللي موجود عندي. لو الفراكشر قدام قوي يعني قدام ناحيه الهيد ديستال اقصد يعني في الحاله ديت انت مش هتعرف تثبت من ورا انت لازم تثبت من قدام. انما لو الفراكشر في النص وفي النيك ونير تو ذا بادي وعندك فراجمنت حلوه يو كان فيكس بوستيريورلي بسهوله مفيش فيها مشكله. بتفتحها ازاي بوستيرولاترال ابروتش وبتعمله بس لازم تبقى حريف شويه لانك انت ممكن تعدي في البوستيريو تيبيال فيسلز في البوستيريو تيبيال نيرف تعمل ترانسفيكسيشن للاف اتش ال للتندون. لازم بس تبقى شاطر شويه في البوزيشننج بتاعه وانت بتعمله. تمام يا فندم. وبرده يعني عشان في سؤال على موضوع الارثوديزيس كذا سؤال انا اعتقد حضرتك قلت ان احنا كده ولا كده لازم نعمل فيكسيشن ودونت جو فور ارثوديزيس لان هي الكيلس از فورجيفنج صح ارثوديزيس حقيقه فورجيفنج. البرايمري ارثوديزيس في الحقيقه انا ما عملتوش خالص في التيلس. ليه تعمل برايمري ارثوديزيس اف يو كان دو بريدجنج بليت؟ يعني هي تختلف الموضوع هنا عن الكالكينيوس يا رجاله. الكالكينياس ترانس ارتيكولر فراكشر وكوميوتد وما اقدرش احط بريدجنج بليت. انما البريدجنج بليت في الليش فرانك وفي التيلس
وفي الانترا ارتيكولار فراكشرز عموما ده لطيف جدا. انت هتعدي الجوينت ببليت، يعني في حالات مثلا ميتاتارسو فرنجال جوينت بتاع البيك تو، وبتيجي كتير قوي، تبص تلاقي الميتاتارسال هيد، الفيرست ميتاتارسال هيد دي سماشت مكسره خالص يعني. ويعني اذا قدر بقى نبقى نعمل كيسز برزنتيشن مختلفه تروما وحاجات من دي، ابقى اوريكم بعض التيبس والتريكس فيها. انا بحط البريدج بليت، بعدي الفراكشر، وبحاول اثبت اللي هي الارتيكولار سيرفيس دوت بهيدلس سكروز بجلو بالحاجات دي كلها، بعتبره نوع من الارت يعني، ان انا وانا برجعها بتبقى لطيفه جدا، وبشيل البريدج بليت بعد ما يحصل هيلينج. تمام يا فندم. البوست اوبرتيف بقى بيه بنقول ايه للعيان؟ نون وود بيرنج طبعا دي اهم حاجه. الحالات على حسب طبعا، الحالات اللي بتبقى ستريت فورورد نيك تيلس اي دونت ميك ايموبلايزيشن فور لونج تايم، مجرد سلاب اول اسبوعين وبعد كده بخليه يبدا سلايت رينج اوف موشن علشان ارجع الرينج وما يحصلش ستيفنس از سون از اي كان. طبعا الحالات اللي بيبقى فيها كوميونيوشن اند نيدز ايموبلايزيشن بعمل ايموبلايزيشن بيها بكاستنج لمده 6 اسابيع لحد ما يحصل هيلينج للعيان. دي البوست اوبرتيف يعني. النكتيلس اللي هي ستريت فورورد دي اسبوعين بس، وخليه يبدا يحرك بعدها، والسكروز بتبقى موجوده في مكانها، والاوت كم طبعا بيبقى كويس قوي. اهم حاجه النون ويت بيرنج من 6 ل 8 اسابيع. تمام يا فندم. هل بنحتاج posterior approach to reduce a posteriorly dislocated body؟ posterior approach لا، هو transmalular approach انت بتحتاجه. لو طبعا الحالات دي لو هي open طبعا بيبقى الدلتويد متخرتق والدنيا مفتوحه خالص ميديالي، لو الميديال ماوس مكسوره بتبقى الدنيا مفتوحه ميديالي. دايما احنا بنعمل ميديال transmalular approach. تمام. البوستيريور ابروتش لا ما بنعملوش، ما بعملوش. تمام. لو الفراكشر تيلس معاه بيلون فراكشر، يعني ايه التيبس اوف فيكس في المن ايه يعني الابروتش بتاع الثينكينج بقى ازاي بقى؟ طيب طبعا البلاننج في البيلون نفسه، انا عارف ان انتوا خدتوا البيلون بتاع شريف، واكيد هو اداكوا افكار عن الابروتشز وازاي تعمل لها بلاننج حسب البيلون وضعه ايه يعني. ميزه برضه لما بيجي تيلر فراكشر او ديستال فراكشر مع البيلون، دايما بيبقى الميديان ماليولس مكسوره، فانت بتبقى محكوم بالترانس ترانس ماليولر ابروتش لو الفراكشر موجود في البادي. انما لو الفراكشر موجود في النيك او ديستال، يو كان تشوز الدبل ابروتش عادي خالص، لان الميديال ابروتش ده بتاع تيلس يو كان كونتينيو هو هو نفسه الانتروميديال ابروتش بتاع البيلون، واللاترال ابروتش بتاع التيلر النيك دوت هو هو الانترو لاترال ابروتش بتاع البيلون. تمام. فاي جاست يو ميك يونيفرسال ابروتش وبتكمل بيها، يعني بتثبت البيلون فوق بالطريقه اللي انت هتثبتها وتحت. تمام. السؤال ده حلو جدا. البيلون ليه فلسفه في الابروتش، بختاره ازاي، فين الكونستانت فراجمنت، انا هرجع ايه على ايه واثبت ايه على ايه. طبعا اكيد شريف استفاد في القصه دهيت، انهي فراجمنت بتبقى ثابته وانهي فراجمنت انا هثبت عليها هبني عليها بعد كده، يعني زي المكعبات كده، لازم في حته ثابته هبني عليها بقيه الحاجات. تمام. وانت بعد كده التيلر ابروتشز يا ترانسمالير لو كان في بادي، او ان انت بتكمل اكستنشن الانتروميديال والانترولاترال هو هو مع الثاني، مع الانتروميديال والانترولاترال بتوع البيلون. تمام يا فندم. طيب في التايب فور اوبن فراكشر حضرتك بتقول انا كده ولا كده هروح مدخل مرجع تاني الجزء دوت واثبته، وبعد ما اثبته والله عدى والدنيا بقت كويسه خلاص، ما حصلش هروح داخل وحاطط بون جرافت وعامل فيوجن، صح كده؟ لو اي في ال. طب هي لو ليتر اون ممكن تعمل فيوجن عادي خالص. انا قصدي ليتر اون يعني لو حصل اي في ان ليتر اون والعيان مش يعني مشتكي وكده هعمل فيوجن. طب هل بالزبط. يعني ده السؤال بقى، لو حصل انفكشن مع الاي في ان هنتعامل مع ديبرايدمنت بقى ولا نسيبها ولا نعمل ايه؟ انفكشن لو حصل انفكشن لو بتاع الاكسترود دي طبعا طبعا اوبن فراكشر طبعا، يعني
لا ده هيخش في سكه اكسترنال فيكسيتور طبعا، وهتعمل ديبرايدمنت سيكوينشال وكده وبتاع، وبعد كده بنفس الاكسترنال فيكسيتور ممكن تعمل له تيبيو كالكينيان فيوجن بعد ما حد برايد بقى تيلس اللي باظت ديت وحصل فيها انفكشن، او انك انت بتعمل تيبو كالكينيان نيل لو الدنيا بقت كلين بعد ما شلت وعملت ديبرايدمنت وشلت الفيكسيتور تقدر تعمل تيبو كالكينيان فيوجن، مفيش مشكله يعني. تمام يا فندم. طب الاي في ان بقى بنعمل تيبيو تيلر فيوجن ولا تيبيو كالكينيان فيوجن؟ الاي في ان تيبيو كالكينيان فيوجن، يعني انت بتروح جاي لو تيلس مجرد اي في ان بس موجوده ومش انفكتد والكلام ده كله، اي كيب ات از سكافولد، ما تعملش تيليكتومي وتعمل شورتنج للعيان 3 4 سم وتروح حاطط التيبيا مع الكالكينيس على طول، لا. لو في اي في ان اي كيب الاي في ان، اي بوت بس جرافت معاها وبشيل جزء من التيلس وبحط بون جرافت عشان اعمل انكارج لليونيون، وبحط النيل بتاعي من الكالكينيوس واوصله للتيبيا، يعني كالكينيو تيبيا النيل، تمام؟ بس ما تعملش تيليكتومي، لان كان في موضه اول ما كنت انا نايب رحمه الله عليه الدكتور مصطفى بدوي، مش عارف انتوا تعرفوه ولا لا، ولا حضر منكم حضر ولا لا، دكتور مصطفى بدوي كان تيليكتومي دي على طول في اي حاله اي في ان. بعد كده الليتريتشر كلها قالت لا ما تعملش تيليكتومي للاي في ان، التليكتومي دي اتس فيري فيري ديسيبلينج للعيان، بتشورتنينج جامد جدا للعيان، مهما حطيت ببون جرافت انت حاطط افاسكولار بون برضو، يعني خدت بون كده ما هوش فاسكولارايزد يعني وحطيته، لا كيب التيلس از سكافول، اعمل تيبيو كالكينيان فيوجن وحط جرافت علشان تو انكارج اليونيون. تمام تمام يا فندم. طب في حالات كتير جدا، يعني انا متهيالي الاكتر اللي احنا بنشوفه وحضرتك كمان اكيد طبعا، اللي هو delayed presentation of fracture neck. ف يعني العيان اللي جالي بعد اسبوعين وثلاث اسابيع بيشتكي وانا suspect فعملت سي تي او whatever وشفت ان هو عنده fracture، ده هخش اثبته على طول برضو يعني كانه urgent؟ كانه up to 6 weeks طول ما العيان جاي بفراكشر نيك تيلس، حتى ايفن لو نون يونايتد فراكشر نيك تيلس وجاي لي بعد فتره اكتر من كده، اي جو اند اي فيكس الفراكشر نيك تيلس واحط له بون جرافت واثبته. بص احنا مش هيب عشان يجي لي فراكشر نيك فيمر ديليت فهعمل له توتال هيب ريبليسمنت، لا هنا الوضع مختلف شويه، اي هاف تو ريكونستراكت واعمل فيكسيشن للفراكشر ده. طبعا نون يونيون بيرسي هو بينفول للعيان ده، فنان يونايتد فراكشن نيك تيلس اي دو بون جرافت وبعمل فيكسيشن ليها بسكروز ببليت وات ايفر اللي موجود، بس انا بعمل فيكسيشن ليها مره ثانيه. تمام امتى اعمل فيوجن؟ اف ذير از ستارتنج اوستيوارثرايتس او لو كان الفراكشر ده ترانس ارتيكولار والفراكشر ده عامل يعني صعب ان انا ارجعه، يعني في دامج للارتيكولار سيرفيس، ان ذيس كيس اي ويل دو فيوجن. ده في الديليد برزنتيشن. صح. طيب السكروز بقى تبقى بارلل ولا كروسنج؟ طيب ده برضو اتقال عليها كلام كتير قوي التريتشر يعني، بس طبعا انا شخصيا ساعات بحط كروسنج يعني، بس هي التريتشر اتنين بارلل سكروز، احط اللاترال الاول وبعدين الميديال، يعني ده الريكومنديشن الاكتر اللي موجود في التريتشر. تمام. حد زميلكو بس سأل أكتر من مرة على سألني على اللاترال بروسس اوف تيلس، واللاترال بروسس اوف تيلس دي حاجة لطيفة قوي وبيس اوف كيك يعني. السؤال بس اللاترال بروسس اوف تيلس، أنا بس هوريكم حالة دلوقتي، بس اللاترال بروسس اوف تيلس السؤال بس إن هو إن أنت تشخصها. المشكلة إن اللاترال بروسس اوف تيلس ده لما يجي لي كسر في ده في اللاترال بروسس ده يا ولاد، ماشي الحال؟ واضحة الأشعة ولا مش باينة يا محمد؟ واضحة؟ واضحة أي بي، اتفضل. كبر شوية ولا إيه؟ يعني لو كبرت هيبقى أفضل طبعًا، أه. ماشي، اتفضل. طيب، تمام. ده lateral process of telus، ده أنا بديكم الفولو أب إكس راي بتاعت العيان يعني. السؤال بس لو لقيت أنا الحتة دي مكسورة هنا كده، لو أنا جيت ولقيت إن في كسر موجود عندي في الحتة دي في lateral process، أثبته ولا ما أثبتوش؟ سؤال بقى،
اعالجه كونزرفتيف يعني لقيته لاترال بروسيس اعالجه كونزرفتيف ولا اثبته؟ هو طبعا عاده اللاترال بروسيس ما بيبقاش ديسبليسد قوي. لو فرضنا ان في كسر موجود هنا اهو هنا في الحته دي كده وده مكسور وهو عاده ما بيبقاش ديسبليسد قوي في الحته دي. ها اكتبوا لي كده في الشات يا جدعان هل في اي حد عنده؟ ما هو انت بتقول لي اكوردنج للديسبليسمنت هو عاده ما بيبقاش ديسبليسد جامد يعني. Needs fixation, fixation according to fracture, fixation, fix, yes, may affect stability. طيب ده كلام جميل جدا. لا في واحد بقى بيقول سؤال كده بيقول هو ده انتر ارتيكولر ولا اكسر ارتيكولر اصلا؟ طب هل اللاترال بروسس؟ طب انا هسالك انا السؤال ده وهسالكم السؤال موجه ليكم. ايه مشكله اللاترال بروسس فراكشر؟ Is it intra-articular fracture ولا extra-articular fracture؟ سؤال بقى كده. ها؟ Is it intra-articular fracture ولا extra-articular fracture؟ Fracture lateral process. طيب يا رجالة بصوا بقى lateral process ده it is intra-articular fracture. The lateral process of talus دوت عبارة عن جزء intra-articular. ده lateral process of talus. الارتكيوليشن اللي موجود عندي it's a big portion من اللاترال بروسس اوف تيلس ده big portion of the posterior facet فده جزء كبير من البوستيريور فاسيت هو اللاترال بروسس اوف ذا تيلس. شفت بقى ازاي؟ الحاجه الثانيه اللاترال بروسس اوف ذا تيلس بارت منه الجزء السوبيريور بتاعه هو بارت من الفاسيت اللي بتعمل ارتكيوليشن مع اللاترال ماليوس. فاللاترال بروسس اوف تيلس it is intra articular fracture وماسك فيه اللاترال بروسس ده ليجامنت بتاعت الانكل واللاترال تيلو تالتيريا ليجامنت. فبالتالي لما بيبقى مكسور اتس ا كايند اوف افالجنت فراكشر لان ماسك فيه سترونج ليجامنت بتاعت الانكل. فبالتالي اللاترال بروسس اوف تيلس يو كان نوت كيب ات كونزرفتيف تريتمنت ما تقدرش مستحيل هيلحم لانه في افالجن وعليه ستريسز ما بيلحمش وانترا ارتيكل وهتبقى هتسيبه وما لحمش هيعمل للعند اهوت ايه اوستيوارثرايتس. فدايما اللاترال بروسس اوف ذا تيلس وي فوكس اللاترال بروسس اوف ذا تيلس. انا ما فيش حاله لاترال بروسس اوف تيلس لقيتها ان هي تمشي كونزرفتيف خالص الا اذا كانت فيري سمول تشيب ومش هقدر ان انا امسكها او ان انا اثبتها او بتاع ومش مأثره على الاستابيليتي بتاعت العيان خلاص. انا بتكلم بروسس فراكشر من على الروت بتاع البروسس ومكسوره يبقى لا في الحاله دي لازم ان انت تعمل فيكسيشن للعيان وبثبتها بايه برضو ب 2.7 سكروز وبتبقى الابروتش بتاعي لاترال ابروتش عادي دايركت اللي هو زي بتاع الساينس ترساي اللي انا بثبت بيه اللي بعمل بيه سبتيلر فيوجن وبعمل بيه كل حاجه وبحط التو سكروز دول بثبتهم بيه. تمام تمام يا فندم. طب الفارس مال الايننج بقى مال الايننج هل نعمل لها كلوز لاترال ويدج ولا ميديال اوبن ويدج؟ الفارس مال الايننج بعد ما بتحصل تمام عشان ترجع ريستوريشن لللينز you have to make osteotomy of the talus medially وتعمل opening wedge وتحط bone graft. تمام انا عندي حاله واحده بس بصراحه صلحتها لان عاده الحالات اللي بتبقى جايه برضو بفرس مال الاينمنت هي ما بتبقاش مجرد بس ان هي مال ريدكشن بس يعني بتبقى عملت بقى ارثرايتس وعملت حاجات فبتصلح انت الفرس مال الاينمنت بتريبل فيوجن. انما لو انت حد عمل مثلا ريسنتلي والجوينت شكله كويس بس في فيروس مال الاينمنت الحاله دي انا بعمل ميديال اوبننج ويدج هو دورسو ميديال اوبننج ويدج اكشوالي لان الفوت بتبقى جايه في كيفو فيروس شويه فبعمل دورسو ميديال اوبننج ويدج بحيث افرد التيلس مره ثانيه وبحط بون جرافت وبحط ميني بليت واثبت. تمام انا عندي حاله واحده في الحقيقه هي اللي عملتها بالطريقه دي. تمام ممكن حاجه برضو تقول لنا اسم الاله تاني عشان الشباب بتسال عليها. مان هينتر مان ريتراكتور او ديستراكتور يعني كومبريشن هينتر مان. هينتر مان ده راجل مشهور قوي عندنا في العرض في الفوت هينتر مان الهينتر مان ديستراكتور ده احنا بنستخدمه مثلا في حالات السبتيلر فيوجن انت ممكن تحط لامينار سبريدر وتعمله بس اللي منكم حريف يعني فوت وانكل واشتغل حالات كتير هيعرف ان اللامينار سبريدر ده مقرف جدا في السبتيلر فيوجن. انت لما بتحطه جوه السبتيلر جوينت وتفتح بيه مش مديلك سبيس تشتغل وبيعمل دامج للبون حواليه
فمش عارف تحط بون جرافت، مش عارف تعمل بيه حاجه، فبيبقى مقرف جدا. فالاحسن منه الهنتر مان ريتراكتور ده، ده بيبقى بوايرس وبيديك سبيس كبير قوي تقدر تشتغل كل العمليه من خلاله. تمام. I think ان احنا خلصنا الاسئله على التوبيك، لان الناس برضو يعني الفود بقى كله ابتدت الاسئله تضرب في الفود كلها. فايه اعتقد يعني لسه يا جماعه احنا مكملين مع دكتور اسامه، يعني لسه في محاضرات كتير قوي في الفود. الفود يعني مش حاجه صغيره، والحمد لله احنا مغطيين جزء كويس منها، ولكن لسه يعني احنا مع بعض كده لحد ما نخلص المنهج كده باذن الله، يعني مع الباشا يعني. مش كده بيه ولا ايه؟ ان شاء الله يا محمد، ان شاء الله. ان والله شاء انا الله. مبسوط يا محمد جدا، يعني اتمنى بس يكون الشباب بيستفيد من الحاجات لا دي. طبعا يعني طبعا انا في استفادة عظيمة يا دكتور أسامة، يعني يعني احنا يعني تاخدوا مع هنت طبعا براكتيكال يعني احنا بتفيدكم. الو ايوه دكتور محمد اي سامعني؟ بي. لا طبعا الاستفادة كبيرة جدا، واحنا طبعا الهدف الأساسي من المحاضرات ان احنا بنعمل اوفر فيو واضح وبعمق برضو للمواضيع اللي الناس كتير ما عندهاش خلفيه عنها او بتبقى صعبه قرايتها، وبعد كده المفروض الناس تنطلق او يعني تقرا بقى اكتر او تحضر اكتر. لكن احنا الهدف الاساسي هو القاء الضوء على الحاجات دي اللي بتبقى يعني بالنسبه لناس كتير ضلمه، وحضرتك يعني متميز في الشرح بسم الله ما شاء الله، ربنا يفتح عليك، الناس كلها بتشكر حضرتك. فيعني ما بقول لحضرتك انت يعني هيجي لك ناس كتير بعد الكلام ده على فكره، يعني اشتغلوا فوتو اكتف، عايزين خلينا السوسايتي هيكبر يعني. ماشي يا طيب كبير، انت ربنا يعين. بالنسبه عايز الشباب يعملوا حاجه، معلش بقى هعمل حبه دعايه كده عليك يا محمد. يا باشا بصوا يا شباب، تؤمر. احنا دلوقتي برضو هدفنا كمجموعه فوت اند انكس نشر ثقافه ونشر البراكتس الصح. ارجو منكم كده، احنا عندنا 3 مؤتمرات بنعملهم في السنه، طبعا 2020 اتضربت على مستوى العالم يعني، بس احنا عندنا مؤتمر مهم جدا بنعمله كل سنه في شهر مارس في المنصوره، اسمه منصوره فوت اند انكل انترناشونال كورس. وده في الحقيقه مؤتمر لن تجدوا مثيل له في اي حته، لان احنا بنجيب التوب سبيكرز في الفوت اند انكل من اليوروبيان فوت اند انكل سوسايتي، اللي هم يعني ناس بيحطوا فلسفه الفوت اند انكل في العالم، بيالفوا الكتب دي، ويوجوالي بيبقى فيه 4 أو 5 منهم بيجوا كل سنه. فده مؤتمر ما يتفوتش، ده بيدي لك ايه؟ بيعجن لك دماغك كويس قوي، وبيدي لك افكار كده فلو اوف ايدياز في كل اتجاهات الفوت اند انكل. بتيجي بعد كده تحضر معانا الكورس الثاني اسمه الفوت اند انكل عين شمس كورس، اللي بنعمله في شهر 10، بتعمله جامعه عين شمس برضه بالتعاون مع الجمعيه. فانا عايز برضه حضراتكم تحضروه. ليه بقى؟ لان ده بيبقى عامل زي الليكشرز اللي انا بديها دي، بتبقى حاجات تكنيكال وحاجات تو ذا بوينت وحاجات مش فلسفيه، ولكنها يعني الاولاني بيفتح لك المدارك، دوت بقى بيديك التولز وبيوريك النو هاوس، وبيبقى دايما معاك كاتيجوري كورس. الحاجه الثالثه بقى الادفانسد، عندنا كورس برشلونه بنعمله كل سنه في شهر 9، في شهر 9 كل سنه. السنه دي برضو اتلغى، وكورس عين شمس برضو اتلغى، والمنصوره اتلغى، انما في شهر 9 الجاي ان شاء الله باذن الله احنا هنعمل كورس برشلونه. كورس برشلونه ده بقى ايه؟ ده كادافيري كورس براكتيكال اتس فيري ادفانسد. وبعد ما بتاخد حضرتك ال3 كورسات دول يو بيكام فيلو عندنا، ممكن تاخد فيلوشيب في جامعه برشلونه لمده شهرين، بتقعد هناك بتعمل ريسيرش وورك لمده شهرين مع بروفيسور تشافي مارتن اوليفا. وفي الحقيقه في كذا واحد منكم، احمد رامي ومحمد نصر وكذا واحد، ووائل عبد الهادي من عندكم يا محمد يا هاني. يا بي انا عارف، ما هو سافر فعلا. وائل طلع خد الفيلوشيب دي مع تشافي في برشلونه. ففي الحقيقه هتبقى حاجه كويسه جدا انك انت تو بروموت يور سيلف في الفوت اند انكل سب سبيشاليتي. يعني اللي ما يقدرش يحضر برشلونه طبعا لو بعيده يا زياد خليك في مصر، المنصوره مش بعيده.